سلام بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناه ومرحبا بكم مع فيديو جديد. والناس اللي اول مره كتشاهد القناه ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك والجرس باش هكا يبقى يوصلكم كاع الجديد ديالي. البنات، الفيديو ديال هذا النهار غيكون اول فيديو في هذا الشهر المبارك اللي الله يدخلوا عليكم الصحه والسلامه وباش كل ما كتمنوا يا ربي. كيف قلت لكم غنحاول انني نبقى نحط لكم الروتينات ديالي ديال رمضان، باقي هاد الروتين البنات ما غاديش تشوفوني فيه لانه غير من صوتي غتعرفوني عيانه مريضه، حالتي يعني واقفه بزز بزز غير على حساب رمضان والتوجاد وراكم عارفين وصافي. المهم اللي بغيتو تشوفوا معايا الطريقه كيفاش وجدت هاد الطبله هادي، بقاو معايا حتى الاخر ما تمشيو فين، كملوا الفيديو مجموعين. اول حاجه البنات غتشوفوني بديت لكم، واصلا هذه هي اول حاجه بديت فيها بديت بها اليوم، هي هالمطيشه هذه باش تحيد عليا من الطريق. غنصيب نص ديالها غطيب كاسوس طوماط البيتزا والنص ديالها غدير البنات في الحريره. المهم غادي نحيد لها القشره كامله وغادي نديرها الطحن، وهذيك الساعه غنوريكم. المهم انا هنايا كنصور لكم غير الطريقه ديال الحريره، غير فاش كنت كنصيب المطيشه كلها صورتها لكم. وهنا البنات خديت بصله حتى هي اللي غادي نطحنها في هاد المونيناكس هادي اللي كطحن صراحه مزيان هادشي ديال المطيشه والبصله والفلفله وكلشي كطحنو. غادي نزيد عليها شويه الماء باش تطحن ليا بشحال غادي يجيني محكوكه، وغادي نديرها حتى هي في الحريره. وهنا البنات كوكوط عندي راك شفتو فيها، درت فيها هذيك المطيشه اللي طحنتها ودرت فيها البصله هي اللي طحنت، ودايره فيها ديجا الحمص والعدس، وغنزيد العطريه ديالي عادي، العطريه الملحه البزار الخرقوم سكينجبير والتحميره صافي. وغادي ندير الزيت البنات وهادشي اللي كاين ديال العطريه اللي كندير انا في الحريره. وغنزيد البنات الكرافس وغنزيد الربيع اللي عندي كلهم مقطعين ومديرين في الكونجيلاتور كيف كتشوفوا صافي. على هذا الشكل هادشي اللي كاين، غادي دابا نزيد عليهم الماء وغادي نسد على كوكوط حتى طيب واحد المده ديال نص ساعه هكا، غتكون طابت ليا الحمص والعدس غادي يكونوا طابوا ونحل عليها. وبالما الحريره ديالي طيب البنات كنمشي كندير شي حاجه اخرى اللي عندي ما يدار، بحال هنايا غادي نعصر العصير، نعصر الليمون باش نعصرو مع الفريز والخوخ. المهم معش ما بغيت نعصرو ديك الساعه كنكون عندي واجد، فهنايا غنعصر هاد الكميه كامله ديال الليمون البنات وهانتوما معايا.
الحريره ديالي البنات ها هي هنا راه حليت عليها لقيتها طابس. دابا صافي بقى لي غير ندورها نليها. المهم هنايا كيف كتشوفوا الشعريه ومطيشه ديال الحك اللي كيف ما كتشوفوها مجمدينها مربعات في الكونجيلاتور حتى هي. وعندي هنا جوج ديال الكنورات لانه راك تشوف الكوكوط عندي كبيره وعامره البنات بالحريره. صافي هادشي اللي غادي ندير. غادي نزيد دابا الشعريه وغادي نخلي هادشي يطيب مزيان حتى تغلى لي الكوكوط مزيان 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 البنات. عاد فاش غادي نزيد الدقيق اللي درتو مع الماء باش تخثر ليا هاد الحريره هادي. كتشوفوا البنات هنايا راه الكوكوط غلات وديك الشعريه وكلشي طاب ليا مزيان مزيان. غادي نزيد هذاك الطحين اللي قلت لكم درته مع الماء. غنبقى نخلط ونزيد حتى نحصل على ديك الحله اللي بغيت واش خفيفه واش ثقيله. المهم كل واحد كيفاش كيبغيها. وصافي وغادي نخليها مازال طيب. غادي نغطيها ونخليها واحد ثاني في 10 دقائق ولا 15 دقيقه باش يطيب ليا هذاك الطحين حتى هو مزيان. وهذيك الساعه الحريره ديالنا كتكون واجده. وهنا البنات غادي نعصر العصير. بالنسبه للعصير غندير فيه الفريز اللي فيه اللي شاركتو معكم. وغادي ندير فيه الخوخ حتى هو نديره في الكونجيلاتور. غادي نزيد عليه السكر. كاين الناس اللي ما كيبغوش يزيدوا السكر كيكتفيو بالحلاوه ديال الفريز والخوخ والليمون، ولكن انا هنايا غادي نزيد السكر. صافي وغادي نطحن كلشي. بالنسبه لهذا العصير البنات ملي كيكون عندك كلشي جامد في جامد بالثلج كيجي بحال الميلك شيك، يعني كيجي بحال شي كلاص، كيجي بحال شي عصير يعني بارد بارد بزاف. صراحه كيجي زوين زوين زوين، خصوصا الا عصرتو حتى لاخر لحظه وحطيتوه مع الفطور راه كيجي بارد البنات وكيجي زوين. هنا البنات صافي قرب الوقت غادي نبدا نقلي في هذاك السطر ديال لاداند. درت هنايا جوج بيضات اللي غندير معاهم شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. غادي نطربهم مزيان مزيان مزيان. وعندي هنايا لا شابلور اللي تا هو شاركتو معكم في التقديه اللي كيجي زوين في هادشي ديال هادشي اللي كيتقلى وسميتو كيجي غزال البنات احسن من الفورص. كيف كتشوفوا درت هنا شويه ديال الملحه والبزار وغادي نخلط مزيان مزيان. صافي غادي ندير هذوك القطع ديالي ديال السدر في البيض وفي لا شابلور وصافي غنديرهم يتقلاو. هنا البنات كيف كتشوفوا درت الزيت سخنات ليا من قبل. صافي غادي نقص عليه البوطه كنحط هاد القطع ديال لاداند هكا يتقلاو. بالنسبه لهاد الطريقه البنات كتجي زوينه والطريقه المفضله عندي انا هي هذه. كيجيو مقربشين بهذاك لا شابلور البيض كيجيو زوينين. جربوهم البنات راه كيجيو غزالين كيجيو بنان في المذاق. هيا صافي كنبقى نقلبهم راكم عارفين يعني اي واحد كيعرف قبل المقله ملي كتكون شاعله وصافي باش يطيبوا ليا مزيان. كيف كتشوفوا راه كيجيو محمرين وكيجيو زوينين ساعه كنحيدهم. وهذه هي الطبله ديال الفطور البنات كيف كتشوفوا. المهم شاركت معكم هذاك العدان، شاركت معكم الحريره، بقات غير البيتزا البنات اللي ما شاركتهاش معكم. راه فايت ليا نديرها لكم وصفه في القناه ان شاء الله. ايام الله طويله وباقي جايين الايام اللي غنشارك معكم فيهم كلشي كلشي البنات اي حاجه حطيتها. هذا الفيديو هذا صورته بزز البنات كيف قلت لكم عيانه ومريضه غير باش ما نديرش على البنات اللي كيقولوا لي بقيت شاركي معنا اليوميات ديالك ديال رمضان. وصافي كيف كتشوفوا تمار شباكيه البيض الفرماج الحريره وتمايا كاين الخضره اللي مسلوقه مع بطاطا وخيزو وجبانه اللي مديرين معايا مايونيز حتى هما. صافي هادشي اللي كاين البنات هذا هو الفطور. وصافي كنتمنى الفيديو ديال هاد النهار ينال الاعجاب ديالكم وكنتمنى نهاركم يكون داز مزيان وفطوركم يكون داز مزيان. تهلاو ليا.